اول فيديو من فيديوهات طريقه رسم الشعر، ان شاء الله يعجبكم ويبقى بسيط بالنسبه لكم. ارجع لكم بكل التفاصيل. ما تنسوش سبسكرايب للقناه، لايك وشير الفيديو، والكومنتات كل دايما بتسعد. النهارده درس مهم جدا وكذا حد كان سألني عليه، وازاي نرسم الشعر. الشعر طبعا ليه اشكال كتير وانواع واحجام، يعني متنوع جدا جدا جدا، اكتر من اي حاجه في البورتريه يمكن، يعني او هو اللي بيبقى ظاهر قوي. فالنهارده هناخد شكل، ممكن نبقى نعمل اشكال تانية في فيديوهات تانية عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي عليكم. بس هنعرف النهاردة شوية اساسيات، حاجات لازم نعملها، حاجات لازم نتجنبها. الادوات اللي هنستعملها، هنحتاج قلم سنون، استيكة فحم، استيكة عادية، انا حابة اللي هي المدببة دي شوية بحيث ان هي هتنفعني في اجزاء معينة، والقلم الرصاص بتاعنا. اول حاجة في البداية خالص خالص هنفتكر مكان الشعر عندنا عامل ازاي. احنا طبعا خدنا البورتري نفسه، اللي ما شافش طبعا او ما تابعش معايا من اول الكورس نسب البورتري الصح، لا لازم يشوف، لازم يشوفها الاول، لان عشان يعرف هو هيحط الشعر ده فين او هيعمله ازاي في الاول خالص. طيب احنا خدنا البورتري نفسه طبعا، قسمناه ومكان العينين ومكان الانف والفم والودان وكل حاجة، وقلنا الشعر هنسيبه للاخر. طب انا عندي دلوقتي ده اللي هي ايه، الجمجمة من فوق. انا عندي المكان ده، احنا طبعا في الاول قلنا بنقسمه ثلاثة، وعندنا ايه الودان هنا في المنطقة دي، بس نشوف هنجيب الشعر ازاي من ورا. ما ينفعش ابدا ان احنا نلزق الشعر في الخط ده او في خط الجبهة، قلنا لازم الشعر يبقى ليه زي سمك او ليه فوليوم او يعني بارز شوية عن الجلد او الجمجمة العظم ده، الا بقى لو كان اقرع خالص من الشعر، ده احنا مش بنتكلم عليه في الفيديو بتاعنا النهاردة. طيب ينفع نبدأ نجيب الشعر مثلا من هنا؟ لا، كده بوظنا النسب بتاعت الوش بتاعنا. احنا قلنا لازم الجبهة او القورة زي ما بيقولوا دي تكون نفس مسافة لغاية الانف، نفس مسافة لغاية الدقن. ما ينفعش نبدأ الشعر بتاعنا من هنا، وإلا هنبوظ النسب بتاعتنا ونلاقي الوش شكله مش مظبوط، ونبقى محتارين هو ايه اللي حصل، احنا رسمين صح من الاول، ايه اللي حصل وايه اللي بوظه. فاحنا ناخد بالنا من الحتت دي، لان الحتت دي مهمه جدا جدا. طيب شكل الشعر بقى بيختلف من حد لحد، يعني هو ممكن يدخل من هنا شويه اللي هي عند السوالف دي اللي هي قدام الودن، سواء بقى سوالف قصيره سوالف طويله، ممكن يجي من ورا الودن شويه، ده بالنسبه للراجل. الست بقى ممكن، او البنت ممكن الودن اصلا تتغطى، ممكن يبقى قصير طويل ناعم كيرلي مجعد، تختلف طبعا. طيب قلنا لازم الشعر هياخد سمك بره الجمجمة او بره الايه الجلد بتاع الجبهة نفسه، هتختلف طبعا حسب رسم الشعر، اذا كان مثلا هو واخد فوليوم صغير ولا هياخد مكان كبير، الشعر طويل مثلا فواخد شكل، طب لا ده هو مفروق من النص، لا ده قصدي من الجنب، لا ده هو متسرح لورا، حسب تسريحة الشعر. دي اساسيات بس كده، هنبدأ نرسم مع بعض حاجات بسيطة كده من الاول، ونشوف هنظللها ازاي بحيث يبقى شكله شعر طبيعي جدا. انا جبت الورق الكانسون اللي انا هشتغل عليه عشان يبان معانا التظليل. التظليل يبقى ورق تقيل شويه، مش الورق العادي، خصوصا في الشعر، لان احنا هنحتاج نستخدم معانا سمك الورق نفسه.
شكل الشعر بقى. انا عندي مثلا اهو هنا مثلا دي الايه الجمجمة بتاعتي من فوق او الايه الجبهة من فوق، هبدأ ارسم الشعر بتاعي. وليكن مثلا هو بادئ اهو من هنا، هرسمه عبارة عن زي كتل او اجزاء. هحدد الاول انا عايزاه طوله ايه، او لو انا برسم من صورة فبشوف الشعر ده متقسم ازاي او متسرح ازاي او شكله عامل ازاي، وابدأ ان انا اشتغل من الموضوع ده. احنا ممكن بننزل عن الجبهة بس حاجة بسيطة قوي قوي قوي، مننزلش كتير زي ما قلتلكوا في اول الفيديو كده، مش هينفع خالص خالص. انا هعمل الشعر مثلا حدد مكانه مثلا كده. انا بحاول اعملهولكوا شعر كثيف شوية بحيث ان احنا ايه يبان معانا قوي بالتظليل. طبعا انتوا بقى الشعر او الصورة او الشكل اللي انتوا هتعملوه. طيب في اتجاهات معينة للشعر، انا دلوقتي فرقته من هنا، يبقى ايه اللي بيحصل؟ يبقى انا عندي الشعر هنا ماشي كده وهنا ماشي كده، وفي نفس الوقت طالع من لفوق من هنا وبيبدأ هنا ماشي للجنب ونازل لتحت، هنا برضو اهو ماشي كده ويبدأ ينزل لتحت، ومن هنا شوية كده. ولو انا عندي مثلا كده الودان، الودان مثلا هنا اهي، ممكن يبقى نازل، ممكن يبقى جاي برضو من ورا الودن شوية. تمام، انا همسح بقى اللي انا عملته ده. شوف الاتجاهات، اللي برضو ما شافش درس ازاي نظلل الادوات اللي احنا بنحتاجها وكده لازم يشوفه. زي ما اتفقنا احنا اي خط احنا بنستخدم في الاول قلم يكون تقيل شوية، انا بستخدم هنا 2B، ممكن نستخدمه بي 3B 4، يعني كل ما يبقى القلم تقيل معانا كل ما بيحفرش في الورقة قوي، بنبدأ ننزل بيه خطوط ونحط خطوط خفيفة، لان احنا اي حفر في الورقة هيبان معانا واحنا بنزل. وده هوريكم ازاي هنستغله او هنستخدمه ازاي في الشعر بعد كده. طيب انا حددت مكان الشعر بتاعي، هبدأ ان انا اقسمه او ابدأ ان انا ارسمه. في المرحلة دي هنستخدم القلم السنون بتاعنا، احنا هنبدأ نرسم الشعرات بتاعتنا. الورقة بتاعتي اللي اتفقنا عليها ان احنا بنحطها تحت ايدينا كده عشان ما نوسخش حاجة. طيب هنحدد الاول الاضاءة بتاعتنا فين، ليه؟ لان بيبقى في اجزاء فاتحة قوي في الشعر مش لازم ان احنا نظللها قوي، لان بعد كده هنتعب ان احنا نبدأ ان احنا نفتحها تاني بالاستيكة او فلا، لازم الاول نسيبها
في الفواتح زي ما مثلا عملنا في الفم، عملنا في لسعات الإضاءة في العين، فلازم نحدد إضاءتنا. أنا هنا الإضاءة جاية من قدام، فيبقى عندي مثلا المنطقة هنا وهنا مثلا كده، دي تقريبا كده هتبقى كلها إضاءة. طيب فين عندي الغوامق؟ أنا مثلا عندي غوامق من هنا، الفرق ده. الشعر من الحاجات اللي عايزة صبر، ان احنا الى حد ما بنرسمه شعراية شعراية، ممكن بندي مساحات الاول ظل وبعد كده نشتغل عليها، وممكن نشتغل كده على طول. خليكم معايا بس لان انا هقول لكم شوية تركات كده واحنا شغالين لكل حاجة، هي دي اللي هتفرق معاكم من شكل الشعر الطبيعي لشكل الشعر اللي مش طبيعي قوي. طبعا مكان الإضاءة هو برضو فيه شعر بس خطوط أقل من الأماكن اللي هي الإيه الغامقة. كل ما بنقرب الخطوط من بعض كمان كل ما بتغمق معانا. طبعا ممكن ان انتوا تتحكموا في موضوع الغمقان ده كمان من درجة السنون نفسها، يعني في سنون بتبقى برضو زي الاقلام H و B و 2B و 3B وكل الدرجات دي. انا عندي هنا المساحة مثلا ديت او الكتلة دي في الشعر عالية شوية وفاتحة، فطبيعي طبيعي ان اللي تحتها هيبقى واخد ظل جامد شوية عشان يبان ارتفاعها او يبان الايه الضاء بتاعتها. عايزه اقول لكم ان انا الشعر ده من الحاجات الرخمه بالنسبه لي، او يعني ما كنتش بحب ارسمها قوي. كان معظم كمان المودلز عندنا في الكليه اللي بنرسمهم مدادات، وطبعا لابسين بقى الاشارب، فما كناش بنشتغل قوي في موضوع الشعر ده. فانا متعلماه كده اجتهادات يعني. طيب احنا اتفقنا ان احنا هنا الشعر طالع بالاتجاه ده، فاكرين الاسهم، وهن هنا نازل كده مش كده، بس طول ما احنا شغالين برتم واحد مش هيبان معانا الشعر طبيعي قوي، لازم حاجة تشز كده بحيث ان يبان ايه، يبان الليونة بتاعت الشعر الطبيعي ويبان الشكل الطبيعي بتاعنا، لان الشعر برضو مهما تسرح ومهما تعمل مش يعني مش كله مشي كده 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 تحت بعض السطور هيبقى مش طبيعي قوي يعني. ممكن واحنا شغالين كده لتحت، لا هنبدأ نعوجها، نعوج كتلة كده شوية، ده كله في ايدينا، ده اللي بيبين بقى برضو طبيعي اكتر من اللي مش طبيعي.
واحنا بنظلل برضو الشعر، انا قلت لكم مش عايز يبقى ماشي بوتيره واحده عشان ما يبقاش شكله مرسوم قوي، فاحنا ممكن ما بين يعني كل شويه نبدا يعني نجمع شويه مع بعض في الشعر، نجمعهم مع بعض بالظل كده كانهم داخلين لجوه، ده بيدي طبيعيه اكتر للشعر. تشوفوا الفرق قوي، بصوا هنزود غوامق كده حتى في اماكن الاضاءه، مفيش اي مشكله برضو ان في المكان اللي فيه اضاءه والشعر فاتح ده نلاقي ان في حته نازله لتحت او غامقه من الشعر لان هي نازله لتحت قوي، ده طبيعي. حابة أغمق بس هنا شوية كده بقلم غامق، مفيش مانع برضو ان احنا واحنا شغالين كده ان يبقى فيه شعرة هايشة كده، شعرة طالعة لوحدها، مش مانع ابدا يعني، بالعكس بيدي حيوية اكتر او حياة اكتر للشعر. انا هبدا اموت الخط ده شويه، مش عايزاه يبقى خط صريح قوي كده، هو حتى لو لازقه بجل هيبقى في برضو شعرات طالعه يعني. زي ما قلت لكم في الاول حسب برضو تسريحة الشعر، حتى لو بترسموا من صورة قدامكم ممكن تحطوا برضو التاتشات بتاعتكم دي، يعني حتى لو من صورة لا احنا بنحط التاتش كده بتاعنا يدي حيوية اكتر للصورة. حسب لون الشعر كمان، يعني مثلا في شعر غامق فهيبقى اغلب التونات فيه غامقه قوي، الشعر الفاتح لا الغامق بتاعه هيبقى بحساب يعني، برضو في اماكن غامقه قوي بس ايه المجمل بتاع الشعر هيبقى في الفواتح عشان نحافظ على لون الشعر، طبعا الاشقر غير الاسود. انا مسحت ليه هنا، حسيت ان اتجاه الشعر اللي انا جايباه من هنا غير من هنا، فمش مدي انسيابية قوي مع بعض، عشان كده بدأت اظبط بس اتجاهه يعني.
هعلمكوا حاجة تانية. دي هي ايه؟ انا هبدأ ارسم الجزء التاني بتاعي ده. انا عندي اتفقنا ان احنا المنطقة دي اضاءة شوية، فممكن اعمل ايه عشان ابدأ اسيب شعرات بيضة خالص ما جيش جنبها قوي؟ طيب عندنا ممكن شوفي مسمار او قلم سنون فاضي او قلم جاف فاضي حسب السمك اللي احنا عايزينه. ممكن ابدأ ارسم بيه شعرات اللي انا عايزاها تفضل بيضة خالص. فاكرين لما قلتلكم لما بنرسم بالقلم بخط بخط جامد قوي الموضوع معانا بيبقى باين لما بنيجي نظلل او نلون باين خط ابيض؟ احنا بقى نستغل ده هنا. يعني ايه؟ اهو مثلا انا هعمل هنا كده مثلا الشعر جاي لفوق، هبدأ ده شوية ممكن يوفر لنا في وقت ان احنا بقى نحاول واحنا بنظلل نسيب مكان للشعرة البيضة. يعني ده تكنيك برضو تاني ممكن ان احنا نستغله ونستخدمه هنا. قلم الرصاص العادي لما هبدأ ده كمان مش في اماكن اضاءة بس، ده ممكن نستخدمه في اماكن الظل قوي. يعني احنا بصوا كل ما هنغمق مثلا هنا كل ما هيبان قوي الموضوع ده عندنا. واضحة؟ استنى اقرب لكم شوية. شايفين الخطوط اللي انا عملتها بالمسمار؟ ممكن لو عايزين اتخن شوية او المساحة عندكم اكبر شوية ممكن بمفتاح بمفك. بصوا يعني ايه، عيشوا حياتكوا. يعني
بس طبعا ما نمسكش القلم واحنا بنزلل كده، كده هندخل جوه الخطوط اللي احنا عملناها. بنزلل بالقلم وهو مايل. هوريكوا ازاي نبري القلم بالطريقة دي في فيديو لوحده عشان اللي بيسأل. شايفين في فنانين كتير بيستخدموا التكنيك ده، خصوصا في الاماكن اللي هم الظل فيها جامد، بحيث ان هم ما يقعدوش يحاولوا ان هم يسيبوا الفراغات البيضة دي، لا هي وهم بيظللوا كده هي متسابة، هي باينة. بصوا شايفين، زودوا بقى انتوا الشعر، قللوا ده براحتكم بقى خالص. هدي كده مساحة هنا غامقة شوية، وادي كده ارجع للقلم السنون بتاعي ارسم الشعر. طبعا واحنا بنعمل احنا عاملين دارسين كويس قوي احنا بنعمل فين، لان الموضوع ده لا راجع منه. ان احنا خلاص عملنا خطوط البيضة دي عشان نملاها بقى، بصوا هنقعد بقى ايه نحاول ندخل جوه الخط قوي كده، وهيبقى مجهود يعني، يبقى مجهود وفي نفس الوقت ممكن برضو يبقى باين قوي معانا. فمن الاول احنا نبقى عارفين احنا بنحط ايه وفين، عشان كده برضو نخلي بالنا واحنا بنرسم في الاول خالص الاوتلاين، لازم نخلي بالنا من ايدينا ان احنا منرسمش بخط تقيل قوي فنضطر نمسحه لو مش عاجبنا، فهيبان معانا في التظليل. هرجع بقى القلم السنون بتاعي ابدا ارسم الشعر. يعني عندي شعرات بيضة هرسم جنبها الشعرات الغامقه شويه، واحاول ما اجيش فيها في الابيض ده اللي انا عاملاه عشان ما ضيعوش، لان السنون طبيعي هيدخل جواه يملاه جامد. برضو اللي حابب يستغل الموضوع ده في انه مثلا يعمل الشعرايه من تحت هنا غامقه شويه ومن فوق فتحة، ده برضو حسب رؤيتكم كنت بقى. وهنشتغل بقى الجزء ده زي ما اشتغلنا الجزء الاولاني. هنكمل بقى كله، وزي ما قلت لكم هنراعي الحاجات اللي احنا قلناها، ان احنا هنعمل مثلا اجزاء كده نجمعهم مع بعض بالظل، لا في حتة غامقة حتة فاتحة، مش هنمشي كله بسيمترية واحدة او مش هنمشي كله باتجاه واحد عشان ندي طبيعية للشعر. كل ما بنشتغل فيه كل ما بس بنشتغل بفهم، كل ما هنلاقي الشكل معانا هيبقى احسن.
كده خلصت تقريبا. يعني في برضو تفاصيل كتير كده، بس زي ما اتعودنا انا بحاول ابسطها لكم او اوريكم الاساسيات، وانتوا بقى ايه تبدأوا تشتغلوا على كده المبتدئين. طبعا هرسم لكم اشكال تانية للشعر وللبنات والانواع تانية من الشعر، يعني ده يعتبر شعر ناعم، في بقى الكيرلي وفي المجعد، في الضفاير، في انواع كتير قوي، فهنحاول ناخدهم كده حاجة حاجة في فيديو فيديو. مستنية تطبيقاتكم للدرس دوت، ويا رب يعجبكم، ويا رب يكون كان مفيد بالنسبة لكم. وما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل، ولايك وشير الفيديو، مستنية كومنتاتكم اللي دايما بتسعدني، مستنوني فيديوهات تانية كتير بإذن الله.